يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه. حطوني في حته كده اسمها ستيفا، استنيت فيها. ايه ده، ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل هتستني. ما اعرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو، ازيك؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بايدك؟ على فكرة أنا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. إن شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس أنت بقى لما تتحبسي المرة الجاية بقوليلي عشان أبقى أجيب لك عيش وحلاوة. باي باي. So funny وفيك قوي. على فكرة دي مش عينيها، دي لانسز. أنا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو أنت هبلة صح؟ لا أنا عادي. أنا مش فاهمة يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ أنا ممكن أخلي بابي يطلعني في أي انترفيو أنا عايزاه بكرة على فكرة. أنا ليه؟ هي طالعة في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيرية اللي هي بتعملها، أنت هتطلعي تعملي إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا كمان هعمل خيرية. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش أبداً يا سي عبدالله. ما عندكش فكرة أنا اتأثرت قد إيه؟ طبعاً أنت عندك حق تزعلي. ما يصحش، بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها، وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي وبحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن حليب يا قشطة على ميعادنا النهاردة؟ آه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة انت يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني امري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيك ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه؟ ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا ترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جه ابن الله، ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجوده يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشه يا حبيبي انا جايه افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشه؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره؟ ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي،
انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكم براحتكم بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه، وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلمني على امك اصلها وحشاني. يا معسله قوي يا بطاطا. يا خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه، ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياه امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقائق بالظبط هكون موجود. بس وحياه ابوك، خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك، فاضل لها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ الخير. الو ايه يا حبيبتي، في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشاي عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. طب خدي وخدي دي كمان لحسن، ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش، انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا، نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ انا بحب اشرب معس. عندكم قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل اتفضلي يا هانم. اتفضل حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوة قوي، مش بطال. بس المزيكا يا اخويا جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي. مفيش حاجة فريحي كده؟ فريحي؟ آه. هخليهم يضربولك حالا فرتكة فرتكة. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني. دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو، وماله، ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا.
لا شجعها. سي انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قالب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني. احنا مش مفروض في مطعم؟ ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك. انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت. المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لازق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه. خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تندم. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه حضرتك. انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى كول قدام الناس قوي. نيلي. بالظبط. خطفة كده. نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش بس قبل ما نقعد هديلك الورقة دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنتِ جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ أه. ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الأسئلة. لا. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقاً. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي مسيح ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنت رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي. أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ أنت بيبي قوي. لا بيبي ايه؟ ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم اقعد في اي حته. طيب اتفضلي. ممكن تظبطني بس؟ يا باشا والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفة. انا حاسه ان هيجرالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو
وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بنطق مكاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش جدع يا بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. يا بتموت يا هاني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو هو ده هايل يا عصام. مكان من الاول يا اخي. منك لله منك لله. البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. ايوه امرتنا ست صباح. اسلم ايدك يا بتاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام. انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده. كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بقى. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع. ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده. اصلهم ناس مبالغه. اه. وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يا الله.
احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاج وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي، على قد حالي ودنيتي 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 تواد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده. الدنيا حنفع كده ما بتيجي في يوم صفي. ليه القاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي على فضل اللي الدنيا بتبوسه.
الو، انا النقيب تيسير فهمي. انا لما اطلب من حضرتك طلب، حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران عمر فندم، اندهلي يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصلا كان عندي عيد ميلاد. اه طبعا كل سنه طيبه، واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمباده؟ قال لي ما عنديش غير لمباده بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني، خش في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباده، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ ما عنديش يا باشا. ما عندكش توفي ليه؟ مش كشك. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعة، ساعتها ما كنتش فاضية، كنت بعمل حادثة. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغاية ما خدت الاخر اديته ربع جنيه وهو بس قال بس ايه الهبل ده؟ يا زهران. عمر يا فندم. انده اهلي يا ابن الست اللي بره. وسعي كده؟ ايه وسعي كده؟ واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مرتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند اسكتي خالص. انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهارم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ اه انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمه لك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارف الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين. الو اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ لا يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر يا فندم. خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. على فكره
اطلعي بره. يا صحابي ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم ايه الظلم ده؟ حرام عليكم. طيب بتروح الحجز انت لوحدك؟ اتفضل. ظلم يا باشا. الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضلي يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئه والله، هي اللي خبطتني بالعربيه. هي كل واحده تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اتحشني. حد قال لك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على شفا ونزل براش الاول ومش قلبان على جوه. على جوه ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم. ايه اللي على شفا ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقال على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه. شريهان خالتي خالتي يا شريهان خالتي عامله ايه يا حاجه؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عف. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بنت ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. امسكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت بكتب البيل مامور فين. ايه ده استاذ عبد الله؟ ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لمنايه صغننه كده؟ ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا. ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. لا ما أقصدش كده، لا يا فندم، نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا. وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من
ما شافوش بعض خالص. الحياة دي غلطتنا احنا الكبار. للأسف يا فندم يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي؟ مش موافقة. مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظبط، بس بوس ايدك خليني اروح عشان اقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين اللي هنعيده هنزيده. الله no way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. no way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، اللي سكتلك من الصبح. استنى انت جرأة يا استاذ عبدالله، يعني ده جزتنا يا اخويا ان احنا تنزلنا. هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرأة بقى. وبعدين يا استاذ عبد الله ما تعمل كنترول شويه يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكركوا، كفايه اول حد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت بتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه روحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احنا البتاعه دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه انا هوصلكوا بابي؟ لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده. ست صباح انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضة بالظبط. قصدك البفته البيضة؟ ايوه بالظبط هي البفته البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير. اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في الاسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله. انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي اجي؟ فين يا اخوي؟ ها في الفيلا. في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله نيجي يا سي عبد، وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضين. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينية، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصلة حاصلة ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل فضل. بسم الله ما شاء الله. إيه ده يا بنتي يا شريهان ده؟
لبلب في اللغات. امال يا خالتي. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور بصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود. احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو الله، بحب الكلمه دي منك قوي. طلع بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبدال. دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقك. والله ما كان له لازمه التعب. اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم، البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهل اللي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش، نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قالك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي، من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه؟ مين دي يا خالتي؟ دي الحاجه ميمي مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجه؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عامله كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. اصلها كانت ست قادره وما كانتش بتطيق جدتك ولا ابوكي، ومن ساعه جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقه ما بيننا خفت، خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامه عبد الحليم اخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها يبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز بليز، انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريمبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر على نفسي زيتونه ليمونه وات ايفر. مش وات ايفر، ليمونه. زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي. الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح. ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنت لا تعضي. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني؟ انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام مام بليز اهدي. بي كويت مام. ايه ده عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو؟ دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه؟ بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش. اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل.
انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركه شحن وتجاره لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي ما حد يعرف، الله يرحمه صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركه الشحن لولا وقفتي وشويه فلوس من مامة نيلي قدرت اوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املاك ولا اي حاجه؟ والله يا بنتي لا ابيض ولا اسود، ما لقيناش في الخزنه غير العدد ده، بس داد كان قال ان الثروه في لغز ميكي، جايز يقصد ان الثروه الحقيقيه في العلم اللي سابه. علم؟ شله يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. مش مهم، ما علينا. هي الأمورة الزغننة فيه؟ الأمورة الزغننة في النادي، عندها تدريب، متفوقة رياضيا جدا. النهاردة كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغداء، دي ما فرت فنية. اعمل ايه يا داد؟ قلت لها بنتي روحي وحصلين، واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضلي. لسه قدامي شويه يا سو، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجي لك دلوقتي، مش مهم خلاص طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فاكره الجام اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمره؟ سمارة، ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو، باي. كسوف بقول لك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام، قد ايه انا مستمتع باللمه. أنا عندي اقتراح، إيه رأيكم لما نتلم اللمة دي كل يوم جمعة؟ لا الجمعة مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعة؟ ليه؟ أنتِ بتشتغلي إيه؟ ما بحبش أتكلم في الموضوع ده. اسكت يا أستاذ عبدالله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاتنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي أنتِ بتشتغلي إيه؟ حضرتك أنا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه، ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عيد واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيبي ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة أمك. وحياة أمي. أسفة يا عمي، أصل يعني الخطة بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك وأشوفك في أعلى المراتب يا سي الأستاذ عبدالله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوة قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص أمها ساعة كده وهجيلكوا، اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من النادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم؟ دي احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي، وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط.
بابي انا قلت لك بس حصل لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي، وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت جنيتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه والمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم. يا بنت قسما بالله عذبك مجتمع السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد 9 شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي 9 شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبدالله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش اديهم لك. اوعى إيه من وش. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قللت الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بيننا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفته المسوده دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 بنداري. انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد. اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبه. جيميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدود.
حلو قوي، حدوته جميله. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقيوا اللعبه فين؟ بصراحه انا مش فاكر. ما تشوف يا اخي انت في المسوده دي، يمكن اهي. لا في الساعه ام بندول. ايه الساعه ام بندول دي؟ مفيش أي حاجة هنا جوه. ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو أنت هتقعد تير، أنا اتخيلت بشاكوش هنا. إحنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش. طمن. لا طمن طمن. هاني. أيوه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب أيًا كان اللي جوه، واضح إن هو حاجة صغيرة. بص يا جماعة، لو ما كانش أتليست حتة ألمازة قد كده يبقى إحنا اتخرب بيتنا. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها يا هاني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه إيه دي؟ حصالة. هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس، ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من ورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان النطورة اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على 4 يبقى 570، ويبقى انا كده خدت حق يا جماعه، ويبقى فاضل لي جنيه وانا مسامح فيه. يعني احنا قاعدين ندور على كنز عشان في الاخر لا مؤاخذه يطلع جنيه ذهب. اه ما اكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب استنوا يا جماعه، استنوا يا جماعه، اكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي. كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا. بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجيهم من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافة مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا تغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي اهو. حلال عليك. يعني جدكم ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييكي عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للثلاثه، واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض.
يا عم بندق ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. قعدت عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو زي ما اكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز، لما ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه، في حاجه جوه. جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي، بس بقول لكم ايه، سيبوا مين انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره، سيبوني انا وسيبنا نفتحه ده بقى. ماشي تعالى بس كده. تفتح ايه؟ نفسي هعمل حاجه هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. هات السكوش يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسمع انت فين هنا؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. ابيض كل يا زهرة نسان، كل يا حلو اللي بقلبي الشريان، كل بالابيض كل يا زهرة نسان، كل يا حلو اللي بقلبي الشريان.
قوي مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه ونص وشي الشمال منمل وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت، ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش، نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي؟ تاني؟ رجعت للعجرفه دي تاني؟ سوري حبيبي انا اعيش معاك في اي داهيه. انا هبقى اعرف اظبطك ازاي. شريف يا سو يلا يا مامي يلا. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ اصل ما ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا. اوكي. العفو. شريهان تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدريس. ماشي. انا رايحه التواليت. باي. باي 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 يا خالد. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحسلي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه. اوكي. دول نيلي وشريهان، بنتين مولودين في نفس السنه ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفه خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريهان زي الفرق ما بين برج القاهره وبرج الامل اللي في الطلبيه في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر. شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون بره بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهارده من البراندات اللي عندها. وشريهان برضو. نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهارده عامل ازاي. وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهارده عامله ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهارده اليوم اللي هيتقابلوا فيه وهيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاثنين، هيبقى يوم تاريخي وهما الاثنين مش هينسوه. نسيت أقول لكم، هما أولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. أيوة يا فندم،
توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية مش عجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال لها هي الساعة كام دلوقتي؟ واحدة ونص. يا لهوي انا لازم امشي. بقول لك ايه؟ لو تستمتعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قول لها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطا على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ أنا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي أنا أبدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. هو ليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده ايه خش ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالح؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست شيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي هي بتعملها؟ دي هاف اي ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جاست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. زيك يا جاسية. بصي شكلها عاملة ازاي؟ Yes she looks gorgeous. هتضربي بالقلم على فكرة. خلاص انتي متعصبة قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. Let's go. نمشي؟ Yes. لا طبعا مش هنمشي. Watch and learn. Hi Jessie. Hi. Hi. Good luck حبيبتي. I'm so happy for you. بس كنت عايزة أقولك حاجة، تقريباً الدرس اللي انتي لابسان تخنك شوية، عاملك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. Take care. You're so jealous. It fits me like gloves. يلا يا سو. يلا جماعة stand by and action. أهلاً بيكم سيداتي سيداتي في حلقة جديدة من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يا سو، في شوية شمس. Stop. يا أستاذة يا أستاذة معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكرة انا بقعد هنا كل يوم و thank god ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي and I love her. احنا اسفين يا استاذ، ممكن تخش كده بالكرسي شوية؟ اوكي. يلا جماعة stand by and action. ومعنا النهاردة الأنسة جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حملة الألف بطانية اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعلا. يا استاذه يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، ان المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايزه الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحتي يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه طب معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. اند اكشن. تحبي تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي بتجيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجه ضروريه. مش منسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن اصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي.
ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اومز دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سوي تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش شفتي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟ الله يرحم لما كنت داخلة علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا وليه يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ كاتعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. سلام عليكم يا طنط انصاف. فخص عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعه سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بيت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينه البنات يا سبوحه يا شحروره انتي يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو. حبيبه خالته يا ناس، كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي؟ بقول لك ايه؟ سيبيني لما يجي اشك بكلمتين، يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شوية دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه، والله ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضه بصراحة يا خالتي بقى. يا نحنوحة يا حلوة، أنا قلت أنا هتصرف يعني أنا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيرة حاجة عدلة. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحة عليه. ها؟ ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطة في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العسب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك؟ ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي ومهما جبت مش هيكفي.
مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتن. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالي كتاكسيت النيله. موالد ايه؟ هو انا صاحب معايا غازيه فيها خالتي؟ انت بتكلمي هاني الدبدوب اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز بلاها جواز يا اخوي. جرى يا خالتي، انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تسلمي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان الواحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. ما تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني؟ ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحه. مساء الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسايب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد! الحمد لله على السلامة يا مستر عبدالله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ انا لا يمكن اسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة انت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي، مفيش التزام. وحشتيني يا توتي اوي. انت اكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هو انت عليك؟ حركتيني بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي؟ اهلا نيلي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روحي. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. أنا مبسوط جدا النهاردة. للدرجة دي أنا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، أنا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم أشتري شانيل باك باك الجديدة. بس كده؟ هي دي حاجة بسيطة؟ أنا بقالي 3 أسابيع ماشية بستيل مكارتني، هفضل عايشة بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي إطلاقا، أنا مستغرب فعلا أنت إزاي ماشية بستيلا ديت، ما تجيبي سقارة ولا حتى هينكل. أيوة يا سو. أيوة نالي، أنت رحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامة بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى اعدي عليكي.
باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديك قفلت وما سلمتيش عليه. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برزيانه؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروك. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق. انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي بس قالوا لي ما فيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي. كل حاجه بلدي. كلامك اصحابك السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها على انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح ثانيه واحده. ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي. اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. سانك. هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين. خمس سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني كنت لوحدي وبعمل الحاجات دي. انت كل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي لوحدي بتاكل لوحدك؟ تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه عبيط؟ ده انا كانت فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسك. يلا يلا يا سمعه يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا اولاد. هاي يا ترى فين لوز الاراجوز؟ اطلع يا لوز يا اراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. اهلا وسهلا باطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوي. ما هو الاراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب العاب جميله بس لازم انده للمساعده بتاعتي. يا عبله يا عبله. اهلا 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 يا اولاد. ما تلم نفسك شويه يا لوز يا اراجوز. ما انت اللي بداتي يا عبله يا هبله. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا ما دام اصطبحت بوش العقربه البومه الشريره خالتك صباح. طب وحياه امك لا قول لها عشان تامرزك. وتامرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في امها. مبلط في امها؟ هي قالت مبلط في امها؟ اخرنا 10 مينتس. انا مش بقدر استحمل الاعزيه دي بتبقى كئيبه قوي. اصلا مش عارفه بقول ايه دلوقتي. بقى ايه في حياتك؟ شدي حيلك something like that. ايه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي اوكي. فين بيكو؟ هي هير شي از. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي هيدك البقاء. بليز اوعي تتضايقي.
الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي، شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي، خليكي كده بوزيتيف، حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاورلك؟ فاكره. اوه شي سو كيوت. لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده. ايوه زايده. فاكره. لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنتي بينج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه، كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانتي عروسه. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي من البتاعه دي. كيه ما خدتش بالي؟ خبطتني على فكره. خلاص الراس بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره يلا. اه مش قادره اتنفس يا هاني، ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحيات عمري ما انا سايباك. انت جلدتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك انا قاعده مستحمله بالبتاع الزرق ده. يا بنت الجمال انت بتضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني. انت ليله اهلك سودة النهارده. بنتك يا بنت الجمال يا جميل اطلع. لا ما حدش يضربك. انت غريبه المجانين. اطلع بره. شادي how do I look? You look great. هاي شادي. هاي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش. اثبتي يا ده. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانقي في خماره ولا انت امير كراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت. إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانة. اطلعي يا جبانة. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالع. ماشي يا شوش، انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب يلا عشان ايش؟ طب وحياه امي. طب اصبر. هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اه بس خلاص كفايه هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقلي اركب عشان اوصلك. اسف لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟
مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجة. هاني تعالى هاني. ايه اللي مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاع دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد زفته، وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقول لك خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة اتسحب تتفصل زي دي يا جماعة، حد يلحقني. Oh my God, no way! No way! No way! بابي الحقني، أنا خبطت برتقالة بالعربية. لا I guess مصرة. عارفة شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قاعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدوق البرتقال. بتدوق البرتقال بتاع ليه وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب ما اعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم وروحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس اتعلم، شوف انا اعمل ايه. اتعلم اشقاط بس. اعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص هم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سر تلمي، انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معايا في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. وقفين. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. Let's go. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده، شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود، عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا على فكره. لا اتضرب. انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركب. لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. Thank you.
صحابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شوف عمرك انا ولا لسه. مش هينفع مش هينفع انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا انت قوي انت قوي يا شريف انا لو طلعت هتضرب. ركنه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ رجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده ما انت اللي خبي؟ سنين في الشارع مقفول يا خبي؟ ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منايمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منايمينها I can't see اصلا دماغاتهم. منايمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان حط برفان مش برفان امال ايه سيلف ديفنس والمصحف انت برنس ايه رايك ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان نزازة تنقذنا في اللي احنا فيه خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هتشوفهم على طول ماشي ماشي ايه انت غبي قوي غبي قوي افرق كم الازاز بتاعك انت هنعمل ايه تبقى مصيبه تبقى مصيبه انت هتنشهم طب خلاص خلي في النص خلي في النص ماشي 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 لا 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 مش قادره الكيوريوزيتي هتقتلني لازم انزل اشوف بيعملوا ايه لا يو كريزي نو دونت جو ليه يا بنتي دونت جو ليه انا لازم اعرف لا اتس تو دينجرس دونت جو دينجرس ليه دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه انا نازله نالي بليز تيك كير اوكي اوكي نزلوا جايين من عندك الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا هتصرف ازاي اتصرف ازاي اعمل ايه رش في عين رش في عين لو بصيت في عينه ده هتتلاقي شطاعه مني مش عارف مش عارف اضرب اضرب نسانيلي انا اسف على اللي حصل امبارح خلاص مفيش مشكله اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه فعشان لو سمحت كفايه ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه طب معلش انا اسف ممكن بس اطمن على عينيكي خلاص اتس ماتش بيتر النهارده مش لازم معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها والله صدقني مفيش خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني معلي انا اسف بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه بس قال لي انها هتخف على بالليل لا اله الا الله لا اله الا الله هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل هي بايظه قوي كده لا خالص 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 البسيها بس بسرعه البسيها البسي طيب بص يا سيف انا كنت عايزه اطلب منك طلب عايزه فلوس عايزه كام لا 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 خالص انا معاك في الجامعه ايه ده جامعه ايه معايا انا مستحيل ما شفتكيش قبل كده ازاي يا ابني ده انا بقعد وراك في كل كلاسز ما حصلش لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني انا بحضر على طول ما طب افكرك انا مره استلفت منك استيكة مستحيل تستلفي مني لان انا مش هسلف استيكتي لحد لان اهم حاجه عندي الاستيكة طب ثانيه الاستيكة عليها فراره ومتعضعضه من الجنب متعض انا ما عضعضش الاستيكة عشان عارف اهميتها ما عضعضهاش انا وبعدين كان امتى كان يوم ايه كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مين الاستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكة؟ دلوقتي انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي عشان انا عارفة ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة مع انك شكلك اكبر من سنك لا انا فعلا سني كبير اصلا درست جامعتين ودي الجامعة التالتة ليا للدرجة دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم بس انا فاهمك انا ماما كان نفسها ادخل كلية الحقوق فدخلت كلية الحقوق عشان ما تزعلش بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول كليه الهندسه عشان انا ما ازعلش ايه ده يور سو سويت اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها طب معلش انا هطلب منك طلب بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني ده طلب تاني جالي دلوقتي انا كنت عايزه ادخل بالي ممكن تدخل معايا والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني اوكي هستنى نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي اتفضلي انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي ايوه يعني عايزه ايه بالظبط يعني اجيب لك مراجع اكتب لك مقدمه ارسم لك ماكيت بالظبط كده عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت اجيب لك موكيت وانت بقى مش تعملي اي حاجه يعني انا هجيب لك كل حاجه ما تاخدي المشروع بتاعي احسن
بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على اللي عمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك. لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاك رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في إيه؟ أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام، خليك أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. ديني ولا ديني؟ ديني ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. معلش يا شريف، اللي انت عامله ده انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تريني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكلة في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف، أنا جايبك هنا عشان ما اقعدش أنا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده أنا ما بحبوش، وما بحبش كلمة ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى أقول ديسكو. طب بعيداً بقى عن كل ده، أحط طماطم ولا أحط خيار؟ حط قتة. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هانيك، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ يا شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشه. تشحن بعشه بس؟ طيب عشان خاطر الشمسيه دي هشحن ب30. لا، في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسه ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير، ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم، 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتم موظبين ومكلفين؟ هشحن ب100، مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى، انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه، ارتبكت بقى. امشي امشي هنا، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو، همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا،
قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوب دبدوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. انسه شريهان. ايوه فهمت. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاعه اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فندم؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاعه اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، خمس دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة لستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبة خالته، ده انها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ وهي بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا، انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لاع البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك؟ ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابو سمن. مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. في ايه؟ الحق يا مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعه ما جيت وانا قاعده اعيط اعيط. اتهنت والله؟ اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جاي، بس البت الغلبانه دي صعبت عليا، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان؟ يعني تجيب البنت لقمه وما تجيبليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سي عبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروط براحتنا. ف...
اتفضلي يا هاني ما حصلت. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عينيا يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك. مش هتفقع يا خالتي قوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ يا حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو غصتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لان مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي؟ لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. اما اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي، هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه، بس خليني اتاكد من سبيلينج. بالقاف، قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي، قاف قاف. يا له سريعه، سرعه، اسرع واحده. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال، مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم، حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره، لقيتها. كرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الره بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عند أنا؟ يا عم المشكلة عند أنا، عند أنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد.
انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي، هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى ايه، واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه، ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت ايه يا قليل الادب؟ دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي، هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه، شقي قوي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة.